تم الاختيار. Stop. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بشرح لكم تطبيق فيديو ميوت. هذا التطبيق فكرته اذا كان عندك فيديو فيه اي صوت اغنية موسيقى صوت معلق تقدر تشيله عن طريق هذا التطبيق. نستعرض التطبيق معاكم. مبدل التطبيق. Audio share. Video mute. Video mute. فيديو ميوت. فيديو سيتنج. شوف سيتنج. طبعا الخيارات والتويبات احنا تعودنا ان تكون تحت. هذا التطبيق تويباته فوق. مكان الساعة والبطارية والثري جي او الالتي. شوف نسارة. سيتنج. فيديو بيك بريفيو. فيديو دون. فيديو بيكر. طبعا اغلب اللي بالستنج ما عرفتهم ما عرفتك شنو معنا. Group by album. زر تبديل. Order library. Newest first. هذي Order group by album. Order library. Newest first. Order library. تم الاختيار. Newest first. تبي يعني بما معنى أو معناته. Oldest first. تبي الفيديوهات الجديدة تكون أول شيء من فوق ولا تبي الفيديوهات القديمة تكون اول شيء من فوق. طبعا تم الاختيار. Newest first. تلقائي يكون الجديد اول شيء. Settings. Order lock settings. Setting. File type. Quality. Retain metadata. Quality. Highest. File to export. Online. Order library. Export. File type. MPEG. 4 مسافه. MP. 4. طبعا هذه الصيغ اللي تبيها. تم الاختيار. MP quick time mode. تم الاختيار. MPEG. 4 مسافه. MP. 4. File type settings. تم الاختيار. Settings. Settings. File type. MPEG. Quality. Highest. الكواليتي جودة الصوت. Retain metadata. والصورة طبعا. Quality. Retain metadata. عفوا جودة الصورة. Quality. Retain metadata. زر تبديل. تشغيل. Retain metadata. زر تبديل. Optimize for network use. زر Optimize for. الباقي للأمانة ما عرفتهم. نستعرض. نستعرض التطبيق. طبعا اول شيء لازم تعطي التطبيق انه يدخل على الصور وعلى الكاميرا. فيديو ريكورد. فيديو ريكورد. فيديو سيتنجز. سيتنج بعدين ريكورد. الريكورد اللي هو تصوير فيديو. تصوير فيديو من غير صوت. تشوز ا فيديو. هني اختيار الفيديو. طبعا لازم تحرك من فوق عشان يطلع لك اول فيديو عشان تلقاه بسهولة. يعني ندخل على هذا. فيديو ريكورد. فيديو اب. تشوز فيديو اب اللي هي رجوع او رجوع أو عشان ترجع تختار فيديو ثاني. فيديو تشوز. نضغط تشوز. تشوز بروجرس تايتل. بلاي. باوز. لا شوفوا شغال من غير صوت شغال. سكيب باكورد. احيانا اذا ضغطت بلاي وتشغيل 10 راح يطلع الصوت عادي. ممكن يطلع صوت ميوت ماكس فوليوم. فاذا اذا طلع الصوت تضغط على ميوت ضغطتين خلاص راح يروح صوت. راح نبي نحفظ هذا الفيديو بس بالالبوم. نضغط سيف. سيف. بليز تشيك يور بلاي. اذا اقيمت ذكرني لاحقا. ذكرني لاحقا. سيف. خلاص قال لنا سيف. حفظ الفيديو. نضغط هايد ونروح للالبوم الكامل او الصور. الشاشة الرئيسية. فيديو ميوت. اوديو شير. اصور. قيد التشغيل. اصور. قيد البوم. مسافة الكاميرا ثلاثة. تم في صورة افق صورة صورة فيديو 200 فيديو 10 فيديو 10 فيديو تشغيل الفيديو زر. شوف الشغلة. تشغيل الفيديو فيديو 10 فيديو فيديو 10 المفضل ايقاف مشارك فيديو قصة نهاية الموقع الحالي 4 نقطة قص الموقع الحالي 5 نقطة سب قص الموقع الحالي 7 نقطة قص الموقع الحالي 8 نقطة 9 ثوان قص الموقع الحالي 10 نقطة 1 ثوان قص الموقع الحالي قصة نهاية 10 نقطة 1 فيديو فيديو. شوف اشتغل من غير اشتغل من غير اي صوت. اتمنى طبعا يعجبكم هذا التطبيق وان شاء الله تستفيدون منه.
وإن شاء الله ألقاكم شروحات قادمة. كان معاكم أخوكم حسين المطيري. أشاشة الصور. فيديو ميوت. أوديو شير. أوديو شير. تم الاختيار. Stop.